اعطوني عرضوا لي هذه الأستاذ الكريم المبدع الوطني الأصيل صاحب القلم والصوت الصادق نجم الربيعي. نحن مجموعة من المواطنين المغرر بهم من قبل مجالس المحافظات، حيث تم توريطنا بشراء سيارات إيرانية وصينية سكراب وهي غير مطابقة للمتانة والأمان ومبالغ كبيرة جدا. هذه السيارات من السوء والاستخدام في التصنيع، حيث أن أغلبها انتهت صلاحية هياكلها قبل سداد أثمانها، وما زالت المبالغ وتستقطع منا مبالغ كبيرة كاقتصاد، وقد تم تحميلنا فوائد تعادل قسط الشهر. راجينا من جنابكم طرح مقترح على رئاسة الوزراء لإلغاء المبالغ المتبقية بذمة مشتريها. ليش يعني الدنيا بالله؟ جمال شلونك؟ أهلا أستاذ، أهلا ومرحبا يا طيب، أهلا وسهلا أستاذي. أقول لك شو، أنا هاي العبارة المغرر بهم، أنتوا يا الغرر بكم، شلون صرتوا مغرر بهم؟ والله أستاذي قشمرنا. من القشمرك؟ الدولة، يعني هاي مجالس المحافظات، المحافظات دعوا الشباب لحتى التقديم على سيارات صينية وإيرانية بالتقسيط المريح. أي أي السيارة وصلت عدة واحدة منهم ب14,700,000، هي ما تسوى بالسوق يمكن 50 ورقة. منين اشتريتوها السيارة؟ يعني السيارة الثانية ب19,000,000. أنت بس قول لي، السيارات اشتريتوها من العراق؟ نعم أستاذ، بمحافظة بغداد. أنتوا استوردتوهن لو المحافظة باعتن عليكم؟ لا لا، هم باعوا لنا إياهم بالأقساط عن طريق المصارف الرشيد والرافدين. أي بعت يعني على عقد شريعة المتعاقدين. شفت بعينك من اشتريت؟ إيه نعم، هي احنا نعترف. انت شفت بعينك من اشتريت؟ احنا الثاني اشترينا، نعم انا اخوي اشترى وابني اشترى. اي اي السيارة الثمن والله العظيم 3 سنوات ما طولت، انتهت السيارة، ها سددناها تقريبا من 20,000,000 دفعنا فلوسها. اي بقت الثانية استاذي. ايش بيها؟ الثانية على مصرف الانبار. اي الرشيد الانبار. اي هذه ايام داعش ما كان تسديد لأنه المنطقة داخل الإنذار، فما قدرنا نسدد. بالأسنة 18 بدينا بدأوا يستقطعون من أخويا الكفيل، أخويا الثاني اللي كفل أخويا اللي مشي السيارة. أي وصار لنا 5 سنوات ندفع. راجعت المصرف قبل سنتين قال لي عليكم 25,000,000. أي أنت من الظالمك هسه؟ السيارة بدأ يدفعون هسه ما العلاقة. أنت يا هالظالمك هسه؟ نعم. مظلوميتك وينها؟ أنت مطلوب فلوس للمصرف تسددها، وين المشكلة؟ هسه مظلوميتنا إنه الفوائد يعني صار خمس سنوات ويجي بعد أنت عندك 25,000,000. يا أخوي العزيز، أنت من اشتريت غير تدري بيها، غير تعرف هاي نسبة الفائدة بالمصرف، تدري لو ما تدري، غير تدري يا ابن الناس. لا أستاذ، الفوائد ما عاد عليها اعتراض. إلى شنو؟ وين الاعتراض؟ بس هسه الفائده صارت تقريبا بقدر القسط وارتفعت. اي اي تدري هسه عندي اخوي طلع تقاعد من واحد لحد هو كفيل، والكفاله حولوها على الكفيل الثاني، بيدفع الكفيل الثاني وما بينطوا وراء. انت يا جمال أول. انت ورطت روحك. انت ورطت انت ورطت روحك، يعني هسه احنا ما عدنا حل حق على احد. تراعي المواطنين، انت رايح وشايف وتدري سيارات سكراب وتدري 10 أضعاف السوق، ورحت على الاقساط واخذت قرض من هذا وورطت روحك، لا القسط سديته ولا السياره طلعت تشتغل. زين ما حد ما عنده عقل ما يميز. استاذي العفو، استاذ نجم، مو قرض، هو السياره والاقساط، ما اخذ قروض احنا. اي بالاقساط واسعارها ترتفع، يعني هي قيمه السياره صارت قرض وتبدي تسددها. فوائد مالتها ضاعفت يعني. زين هم ايش قد انتم اول ما اشتريت ايش قد كانت الفائده؟ ماكو بدون فائده، يعني تسديد وسدد قسط عادي، انت ما سدد ماكو فوائد. يعني عندك ما يثبت انه انت من اشتريت تسدد قسط عادي؟ نعم. بدون فائده 19,000,000 سعر السياره. ايش قد صار سعر السياره؟ صار يعني ورا ما استادت الفوائد ايش قد صار سعرها؟ نعم. ها؟ استاد عبرت 30,000,000. 30,000,000 اكثر يعني. ماشي، هاي يمن الطلابه عدمن يا محافظه. استاد هي امس سيده اسم الوزراء مثلا يستر امر الوزراء، هذه السيارات اللي من 15 موديل نازلين
انه جت بمواصفات غير مطابقه مثلا او تعبانه. اما شو يصير هو عم والله هسه شو يسوي رئيس وزراء؟ والله عملوا انا مكانه الا اشرد. شو يصير والله العظيم لو انا رئيس وزراء بالعراق الا اشوف لي شوله واروح احط لي خيمه واقعد واخلص من هالشلليه هاي. شو يديرها؟ والله العظيم استاذي والله يعني لا تخاف لا من الله ولا من الدنيا. يعني ما وصفت اياها. والله يا اخوي انا بهاي الومك هاي اني غير هاي الومك اني انا انت بهاي لكن احنا نقول عسى ولعل احنا نقول عسى ولعل بس هنا مناشده وحده من جنابك استاذي عندي اخوي طلع تقاعد بواحد ستة هو واحد واحد هاي سنة اي هو احد الكفلاء مال السيارة فالمبلغ حولوه على السفير الثاني واخوي حاله تقاعد من دائرته لحد الان ما يرطوه تقاعد ما شو المعامل الا جبراء الذمه خليه المصرف ما ينطي ما ينطي ما ينطي اول كفاله عنه ماشي خلي تخلص هذه ودز رساله خذ رساله ونحكي ويا المصرف ويا التقاعد